حماس عندك هنا. مين اللي بيفتشها؟ فلسطينيين؟ لانه دي التجارة. اوعى، ده انا عقلب لك الدنيا. اظن هيكون يعني طبيعي جدا ان البلد اللي احنا عايشين فيها دي تبقى عايشة في حالة طوارئ على طول. اقصد طوارئ لوجستية، اقصد طوارئ استراتيجية. انت كل يوم الموقع الجغرافي بتاعنا اللي كنا دايما بنسعد بيه وبنفتخر بيه شايفين له اثار غريبة شوية. كانوا يقعدوا يقولوا لنا الموقع المتميز لمصر وانها ويمر بيها قناة السويق. ادي دلوقتي الموقع بندفع طبعا ثمنه زي ما كلنا منه الشهد دلوقتي، يعني بندفع ثمن سلبي آخر. البلد ديت بقالها مدة بتشوف مشاكل كبيرة، بتشوف أعباء أكتر، ومحدش بيرحمها بصراحة. يعني لا الناس اللي بيتعاملوا معاها بيرحموها، ولا كتير من اللي جواها بيرحمها، ولا الناس اللي مترصدين بيها برا بيرحموها. فطبعا تأتي هذه الضربات التي تم عملها ليلة أمس أو فجر اليوم من التحالف الغربي للحوثيين في اليمن لتؤثر على مصر تأثيرا مباشرا. قناة السويس، ونحن لا نتحدث عن تأثير بسيط أو يعني نستهون به أو كده، أنت بتتكلم على الدخل الأهم بالنسبة لك للدولار. أنت كنت قافل على 9 مليار دولار ومداخيل قياسية وتشغيل عالي جدا وهو الآخر. ثم تأتي هذه الحرب من أولها حرب غزة، ويأتي الضرب بالأمس. هذا الضرب أو هذه الحرب اللي احنا مش عارفين بصراحة هل الحوثيين هيتضربوا وهم ساكتين، ولا الحوثيين هيردوا ويبدأ استهداف كبير ويؤثر على حركة الملاحة. على فكرة بشكل عام حركة التجارة الدولية في العالم انخفضت في الفترة الأخيرة. يعني مثلا لما أقول لك إنه تسلا مصنعها في ألمانيا، أنا بكلمك على إيه بقى؟ شوف تسلا الأمريكية اللي بتعمل سيارات كهربائية في ألمانيا عندها مشكلة. فأنت بقى مصر اللي هو بينك وبين الضرب اللي حصل امبارح ده يعني حاجات بسيطة، التأثير عليك يبقى قد إيه؟ معانا سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، أهلا وسهلا. الله يكون في عونكم. طبعا انتوا كل يوم عندكم تطور جديد يعني. ايوه حقيقي، وكل يوم يمكن الاعداد السفن بتقل، ودي حاجه طبعا بالنسبه لنا بتكون ذات تاثير سلبي كبير جدا. يعني لما نقول، انا عايز اقول حاجه ملحوظه بس بسيطه، ان يعني من 19/11 من ساعه ما بدات الضربات لغايه دلوقتي عدد السفن اللي عبرت القناه كان 3562 سفينه. اللي استهدف من السفن دي 19 سفينة، يعني بنسبة 0.5%. لكن نشوف بقى 0.5% ده تأثيره كان قد إيه. يعني إحنا مثلا عدد السفن خلال فترة من 1 يناير ل 11 يناير بس، يعني 11 يوم دول، إحنا عدد السفن قل بنسبة 30%، الحمولة قل بنسبة 41%، العائد بالدولار قل بنسبة 40%. يعني شوفوا، رغم إن عدد السفن اللي أصيبت أو هجمت أو اخترقت يعني حوالي 19 سفينة بس. طب ايه تفسير حضرتك الكلام ده؟ يعني في حاله، بيبقى في حاله خوف شديد اول ما واحده يتم استهدافها او اتنين خلاص كل شيء يتوقف. طبعا هو الامن، الهاجس الامني طبعا بيبقى عند المدنيين، والسفن التجاريه طبعا بيبقى هاجس كبير. بالرغم ان احنا برضو ممكن نقول برضو ان كل اللي استهدفوا دول ما فيش سفينه فيها غرقت ولا فقدنا اي حد من العاملين على السفن. يعني قصدي الاصابات كلها كانت اصابات شظايا، اصابات في جسم المركب، اصابات ما فيش مثلا تدمير لمركب، ما فيش حد من السفن، في سفينتين صحيح اختطفوا، لكن قصدي يعني حتى الاصابات بسيطه. لكن طبعا هو احنا بنقول برضه الهجس الامني بيبقى مهم عند التجاره، طبعا برضه الشحنه الموجوده على المركب، كل الحاجات دي بتخوف وبتاثر، فيقول لك انا هاخد الطريق الابعد
برغم انه بيوصل مثلا لزياده يمكن 15 يوم ويستخدم وقود اكتر وطريق خطر، لان الجو دلوقتي فيه تتعدى على 2 محيط، محيط الهندي ومحيط الاطلنطي، وبالتالي انت مفيش اي مرفق ولا ميناء موجود في طول الطريق، لو عطلت المركب او جرى حاجه المركب دي ضاعت خلاص او غرقت. بالرغم من كده هو بيفضل الطريق ده على انه يخش في منطقه حرب. طب طبعا الايام اللي فاتت دي حاجه، وبعد الضربه بتاعت امبارح دي حاجه تانية. نحن نتوقع اكيد تاثير اكبر، لانه كان اللي فات مناوشات، حجز سفينه، اعتراض، مسيره، ولكن هذه الضربه 74 او 75 غاره على مواقع الحوثيين اكيد هتاثر اكتر. خلينا نقول ان خلاص احنا دي المنطقه دي منطقه حرب، وبالتالي بقت التجاره فيها والتعامل فيها لازم هيكون بحذر او هينتظروا النتائج. يعني ما نقدرش نقول دلوقتي ايه النتائج، ما نقدرش نتوقع ايه اللي ممكن يبقى من النتائج، وبالتالي السفن هتظل يا اما بتعمل اكتر من سيناريو، يا اما بتعبر من راس الرجاء الصالح، يا اما ما تطلعش اساسا من الميناء بتنتظر، يا اما بتقف في الاماكن اللي هي موجوده فيها. يعني حتى اللي غادر منهم قبل ما يوصل لمنطقه الخطر بيقف يرمي المخطوف وينتظر في منطقه انتظار او حتى يشوف ايه الوضع، لكن طبعا ما زال الموضوع خطر. بس يعني انا عارف حضرتك طبعا خبير، وحضرتك ده عملك عمرك كله يعني، بس قريت النهارده كل التوقعات انه حتى التجاره نفسها الدوليه هتقل. يعني حتى فكره، انا لسه كنت بتكلم انه تسلا اللي في المانيا بيقفل، فأكيد هنتأثر. يعني إذا كان 30% فممكن يبقى فيه، خصوصا لو الحوثي قرر أنه بكرة ولا بعده يرد باستهداف سفينة، باستهداف فرقاطة، باستهداف مدمرة، أي شيء ممكن يأثر علينا أكتر وأكتر. يعني شوف، نقول أن الأزمة على السوق المال البحري كلها بقت أزمة كبيرة وضخمة. سلاسل الإمداد قلت، اتفكرنا بأيام كورونا المراكب ما بتتحركش، بتوصل حتى بعد الميعاد لو هتخرج من راس الرجاء الصالح، وبالتالي في منها بضاعه بتبوظ او في بضاعه بتوصل متاخره. سلاسل الامداد احنا بنقول ان هي اتاخرت بنسبه برضه حدود 40%. انا خلينا ناخد قناه السويس مثلا، يعني ما دام نقول الحموله الصافيه مثلا في قناه السويس نزلت بنسبه 41% وعدد السفن نزل 30% على طول، مباشره سلاسل الامداد والامداد بالبضائع والتجاره كلها يكون في الرينج بتاع من 30 ل 40% تاثير. علاوه على ان بقى الاسعار ارتفعت جدا، يعني لما نقول احنا النوالين بتاعه البضاعه من الشرق الاقصى لشمال اوروبا الحاويه 740 دولار للحاويه وصلت ل 2694 دولار. في خطوط الملاحيه فرضت رسوم اضافيه لمخاطر الطوارئ تصل ل 2500 دولار على الحاويه مخاطر طارئ. كل الحاجات دي تاثر طبعا على التجاره، تخلي بقى الملاك وتخلي المتاجرين في حاجه لا يقف يستنى شويه، طب انا هدفع كل الفلوس ده، طب انا العائد بتاعي هيبقى ايه؟ فطبعا في تاثير كبير جدا على التجاره العالميه. انا عايز اقول برضه حاجه ثانيه، ان التاثير ده مش على قناه السويس لوحدها، التاثير ده كله على كل العالم وعلى التجاره العالميه بالكامل تاثير سلبي، وبيوصل لحدود ال 40 ل 50% بقى ممكن نقول له الفتره اللي جايه. يعني أنا كنت بتكلم في بداية الحلقة إنه إحنا كنا عاملين رقم قياسي اللي هو 9 مليار دولار، حضرتك متوقع؟ لا حقيقة إحنا كنا عاملين 10 و250 كمان السنة الميلادية دي، عاملين 10 مليار و250 مليون. فحضرتك يعني ممكن تتوقع إنه ده هيقل السنة دي طبعًا؟ يعني خلينا ننتظر، لأن إحنا لسه في النهاردة ما جبناش حتى نص يناير، هنشوف طبعا. لكن لو مشيت بالاسلوب ده هتأثر جامد جدا، ربنا ما يوصلنا طيب كده يعني ان شاء الله. هل في اشياء انتوا تقدروا تعملوها؟ يعني احنا طبعا فاهمين ان ده فورس ماجور، يعني ده حاجه غصب عنك انت ما تقدرش، يعني لا انت مسؤول عنه ولا تقدر تعمل فيه حاجه، ولكن في اشياء ممكن تخلي الناس تتشجع، نساعد، نعمل علشان الازمه ما تبقاش عميقه عندنا، لان ده دخل مهم. يعني قناه السويس ده هو دخل مستدام مضمون جيد غير اي حاجه تانية. يعني تمام، طبعا احنا طبعا متعاطفين جدا مع الشركات، واحنا وانا كل يوم تقريبا بكلم رئيس شركه او صاحب شركه من الشركات يوميا عشان نتناقش ونشوف ايه اللي ممكن نعمله. احنا مثلا يعني دلوقتي الخدمات اللي احنا بنقدمها في قناه السويس في الموضوع ده اللي بتفيد في الموضوع ده، يعني زي مثلا احنا بنقدم خدمه مكافحه حريق، لانشات اسعاف،
خدمه اصلاح الترسانه بتاعتنا، وممكن نعملها كل الكلام ده وما بنتعبش فيه، احنا بنعمله بتخفيضات كبيره لو حصل احتاجت فيه. السفن اللي بتنزل وتخرج وترجع فاضيه فارغه، يعني كانت معاها بضاعه ونزلت ورجعت فارغه نتيجه ان ما قدرتش توصل لشرق اسيا، نزل بضاعه وجيب بضاعه غيرها، فبالتالي بيرجع فارغ. كل دي حاجات احنا بندرسها ازاي نعمل لهم بعض الخدمات او بعض الحوافز. يعني معرفش انا برضو مش متخصص، بس اظن ان لازم احنا نعمل للناس دي حاجه. يعني مثلا لسه حضرتك بتقول دلوقتي انت ممكن تتكلم معاه ان هو لو رجع فاضي زي ما احنا بنقول التعبير مع التاكسيات كده، تخفض له النولوم بتاعه وتساعده. يعني عايزين نعمل لهم حوافز لان هو ابتدى يبقى مستعد ان هو يصرف اكتر، واحنا دايما كنا بنتريق ونقول ايه هياخد راس رجاء الصالح، فبقوا بياخدوا راس الرجاء الصالح دلوقتي، فلازم نعمل لهم تحفيز. انا عارف هي مساله صعبه طبعا. هي صعبه وليها حسابات احنا بندرسها دلوقتي وبنحسبها، لكن انا عايز اقول حاجه، يعني اللي هو الهاجس الامني مش هيخليه حتى لو خفضت له ان يجي، لازم هيمر. يعني اللي بيمر من راس الرجاء الصالح مش بيمر عشان الفلوس، هو بيمر عشان خطر الامن. لكن احنا بنقول زي ما حضرتك بتقول كده، اللي عدى من عندي مكانات السويس ورجع بعديها بيوم او يومين نتيجه فرغ بضاعته مثلا في جده او رجع فارغ، ده انا بتعامل معاه بطريقه اخرى. يعني الخدمات زي ما بقول لحضرتك، احنا مثلا كل لسه كانت مركب من مكسيك كانت اصيبت وكملت جت قناه السويس، كان فيها بعض الشظايا بالتعاون مع قوات مسلحه، طلعنا وشلنا الشظايا دي من الكونتينرات، قوات مسلحه طمنت ان ما فيش حاجه متفجره واحنا شلنا الشظايا دي. احنا مجهزين الاحواض بتاعتنا برضو للمساعده، مجهزين موبايل تيم اللي ممكن يتحرك للانقاذ والاصلاح جوه في البحر، مش لازم يخش لي عندي في الترسانات. يعني السفن لانشات الاسعاف جاهزه وعلى اتم استعداد المستشفيات، كل الكلام ده احنا بنجهزه كخدمات نقدر نقدمها دلوقتي في الوقت الحالي يعني. لكن الحاجات الثانيه دي احنا بندرسها مع الشركاء، يعني اللي هم اصحاب الشركات، ممكن نعمل ايه وما نتاخرش في اي حاجه ممكن تكون مفيده ليهم، ان احنا يعني شركاء في كل حاجه. سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. حضراتكم فاكرين اليومين اللي فاتوا لما كنت بكلمكم بقول لكم هي القضية مش قضية بس الأزمات اللي حصلت، هي القضية إنه وارد جدا يحصل أشياء أنت مش مستنيها، أو يعني مستنيها بس مش شايف فدحتها إنها تبقى بالثقل ده. طبعا هذا الأمر وأنا تقديري وبرضه تقديري ده حضراتكم رموه في البحر، الحوثي من أشرس الناس في اللي هو تعرفين في نظرية تعدد الجبهات اللي هي جبهة حزب الله والجبهة العراقية والجبهة اليمنية. أنا رأيي إن الحوثي من أشرس الجبهات، يعني وارد جدا إن هم يردوا، وارد جدا إن هم يعملوا مشاكل، وارد جدا يعملوا أشياء، وفي النهاية أنا اللي بيهمني في هذا الأمر بلدي والملاحة، وغير كمان الملاحة خدوا بالكوا كمان من الحمولات، يعني الحمولات ديت هي بتأثر في الفلوس اللي بتدخل لك عن عدد السفن، هي مش قضية عدد سفن كمان. فابتدى ناس كتير دلوقتي يقول لك لا، حاجة من اتنين، يا هروح من رأس الرجاء الصالح أنا مش هعدي من عندك، يا يقول لك لا احنا مش هنخرج بقى خالص، احنا مش رايحين المنطقة دي تماما. فهنا بيتحط عبء اكتر على مصر على مستويين، المستوى الاول ان انت تبتدي تحسب حساباتك، هتعيش ازاي؟ هتعمل ايه؟ تضرر ممكن في الايرادات والى اخره. ناس كتير يقول لك اذكر الخير، لا انا مش موجود هنا عشان اذكر الخير. انا موجود هنا عشان دايما اقول لك ايه هي التحديات، لو ربنا سترها والحرب دي خلصت بكره على راسي من فوق، ولكن اللي احنا بنشوفه وما نراه والكلام ده اتكلمنا فيه لما اتكلمنا عن قناة السويس الشهر اللي فات، ان انت عندك هذه التحديات، وكان باين لما ابتدوا ان هم يعني يقرصنوا على سفن يبتدوا يوقفوها في نص المية، ابتدينا نشوف شركات كبيرة زي ميرسك واتباعها اللي هم بيقودوا الشحن في العالم ابتدوا يبقى عندهم مشكلة، لما شفنا كمان التأمين لما بيزيد كده طبعا بيخلي السلع تزيد. كل هذه الأشياء يجب أنه زي ما بقول لحضراتكم أنت غرفة الطوارئ، لأنه موقعك كل يوم بيبعت لك رسالة جديدة، مساء الخير يا موقع مصر، والله في مشكلة جديدة،
مساء الخير يا موقع مصر القناة، مساء الخير يا موقع مصر الجنوب، مساء الخير يا موقع مصر الشرق الشمال، كل حاجة عندك فيها كل يوم. انت محتاج صانع القرار المصري كل يوم يصحى عنده عدة تحديات. انا ما بحبش استخدم مشاكل لأنه هو تحدي، ويجب أن أنت تقف قدامه، ويجب أن أنت تحط له حل، ولازم تعمل له حاجة. أنا عندي كل ثقة أنه أساتذتنا وخبرائنا اللي موجودين في قناة السويس والناس الاقتصاديين وإلى آخره هيبتدوا يلقوا توليفة ما، شكل ما، لأن أنت لا تستطيع أبدا أن تتلقى الضربات وتشاهدها أو تصمت أو تسكت، لأنه كمان مصر عارفة كانت التطور ده، ومصر فاهمة إيه الحكاية، وكان في تمهيد واضح الأيام الجاية إيه اللي هيحصل. طبعا التحالف الغربي بريطانيا وأمريكا، الإنجليز قال لك لا خلاص إحنا خلصنا كده وبتاع، أنت خلص أنت. بس هل الحوثي، والحوثي ده يا جماعة من 5 سنين المملكة العربية السعودية قالت لأمريكا، قالوا لهم دول صناع مشاكل، دول أداة توتر في المنطقة، لا 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 مالكش دعوة، احنا بس احنا هنتصرف. فالنهاردة تأتي مرة أخرى الولايات المتحدة هي بقى اللي تضرب الحوثي وتقتنع بالكلام اللي قالته المملكة العربية السعودية من 5 سنين. يعني النهاردة فهم الأمريكي الخطر بتاع الحوثي. طبعا هي ردود افعال، هتلاقي النفط بيزيد، لانه طبعا اول ما الدنيا تتطور النفط يزيد، ده بيزيد الاسعار بتاعت الحاجات دي يزيد، هو كره ثلج هتبتدي تمشي كده وتكبر. لازم تتعامل مع ده كله، لازم يكون عندك القدره على استيعاب هذا، مش انت لوحدك، العالم كله، كل الدول المطلة على البحر الأحمر، كل الناس اللي عندها تجارة دولية، كل الناس ديت. ومن هنا برضو نذكر بين قوسين إنه مهم جدا إن أنت يبقى عندك دائما الخدمات البديلة جوه قناة السويس، من تجارة ومن يعني لسه بقول لحضراتكم العاجل دلوقتي على العربية إيه؟ بايدن يقول أن الحوثيين جماعة إرهابية. من كم سنة شالوا الحوثيين من جماعة إرهابية، ومية المملكة قالت لهم برضو يا جماعة أنتم مش فاهمين، دول ناس يعني أداة للتوتر. أهو دلوقتي بايدن طالع هو علشان أنت مش بس ضايقته في أمنه، أنت ضايقته في أكل عيشه. وبالنسبة للأمريكي والإنجليزي والغربي، عض قلبي ولا تعض رغيفي، فإن قلبي على رغيفي لرهيفي. عض إيه؟ قلبي ولا تعض رغيفي. فطبعا النهاردة الأمريكي والأوروبي والأوروبيين بعتين لأنه دي التجارة. أما الراجل بتاع تسلا يقول لك مصنعي وقف، اوعى ده أنا أقلب لك الدنيا. إنما طبعا ما تيجي تقول لهم دول ناس بيتجاوزوا، دول ناس بيعملوا عمليات علينا، ولا يهمه. إنما أول ما قربت لأكل العيش بالنسبة له بقى عنده مشكلة كبيرة، ومستعد أن يعني الليلة بتاعت امبارح دي تكلفتها كام؟ الكام صاروخ دول؟ هيبقى عندنا الفقرة الجاية خبير يقول لنا يعني تكلفتها كام؟ والصواريخ اللي طالعة من غواصات ومن فرقاطات وال F-35 والحاجات الإنجليزي العبقرية وكل هذه الأشياء بكام؟ لأنه طبعا هو متأثر اقتصاديا، والتأثر الاقتصادي بتاعه أهم حاجة. حضراتكم فاكرين اليومين اللي فاتوا لما كنت بكلمكم بقول لكم هي القضية مش قضية بس الأزمات اللي حصلت، هي القضية أنه وارد جدا يحصل أشياء أنت مش مستنيها، أو يعني مستنيها بس مش شايف فدحتها أنها تبقى بالثقل ده. طبعا هذا الأمر وأنا تقديري، وبرضو تقديري ده حضراتكم رموه في البحر، الحوثي من اشرس الناس في اللي هو تعرفين في نظريه تعدد الجبهات اللي هي جبهه حزب الله والجبهه العراقيه والجبهه اليمنيه. انا رايي ان الحوثي من اشرس الجبهات، يعني وارد جدا ان هم يردوا، وارد جدا ان هم يعملوا مشاكل، وارد جدا يعملوا اشياء. وفي النهايه انا اللي بيهمني في هذا الامر بلدي،
بلدي والملاحة وغير كمان الملاحة. خدوا بالكوا كمان من الحمولات، يعني الحمولات ديت هي بتأثر في الفلوس اللي بتدخل لك عن عدد السفن، هي مش قضية عدد سفن كمان. فابتدى ناس كتير دلوقتي يقول لك لا، حاجة من اتنين، يا هروح من رأس رجاء الصالح أنا مش هعدي من عندك، يا يقول لك لا احنا مش هنخرج بقى خالص، احنا مش رايحين المنطقة دي تماما. فهنا بيتحط عبء أكتر على مصر على مستويين. مستوى الأول إن أنت تبتدي تحسب حساباتك، هتعيش إزاي، هتعمل إيه، تضرر ممكن في الإيرادات والآخر. ناس كتير يقول لك أذكر الخير، لا أنا مش موجود هنا عشان أذكر الخير، أنا موجود هنا عشان دايما أقول لك إيه هي التحديات. لو ربنا سترها والحرب دي خلصت بكرة على راسي من فوق، ولكن اللي احنا بنشوفه وما نراه، والكلام ده اتكلمنا فيه لما اتكلمنا عن قناة السويس الشهر اللي فات، ان انت عندك هذه التحديات، وكان باين لما ابتدوا ان هم يعني يقرصنوا على سفن يبتدوا يوقفوها في نص المية، ابتدينا نشوف شركات كبيرة زي ميرسك واتباعها اللي هم بيقودوا الشحن في العالم ابتدوا يبقى عندهم مشكلة. لما شفنا كمان التأمين لما بيزيد كده طبعا بيخلي السلع تزيد، كل هذه الأشياء يجب أنه زي ما بقول لحضراتكم أنت غرفة طوارئ، لأنه موقعك كل يوم بيبعت لك رسالة جديدة، مساء الخير يا موقع مصر، والله في مشكلة جديدة، مساء الخير يا موقع مصر القناة، مساء الخير يا موقع مصر الجنوب، مساء الخير يا موقع مصر الشرق الشمال، كل حاجة عندك فيها كل يوم. انت محتاج صانع القرار المصري كل يوم يصحى عنده عدة تحديات. انا ما بحبش استخدم مشاكل لأنه هو تحدي ويجب أن أنت تقف قدامه ويجب أن أنت تحط له حل ولازم تعمل له حاجة. أنا عندي كل ثقة أنه أساتذتنا وخبرائنا اللي موجودين في قناة السويس والناس الاقتصاديين والآخر هيبتدوا يلقوا توليفة ما شكل ما، لأن أنت لا تستطيع أبدا أن تتلقى الضربات وتشاهدها أو تصمت أو تسكت، لأنه كمان مصر عارفة كانت التطور ده ومصر فاهمة ومصر فاهمة إيه الحكاية، وكان في تمهيد واضح الأيام الجاية إيه اللي هيحصل. طبعا التحالف الغربي بريطانيا وأمريكا الإنجليز قال لك لا خلاص إحنا خلصنا كده وبتاع، أنت خلص أنت، بس هل الحوثي، والحوثي ده يا جماعة من 5 سنين المملكة العربية السعودية قالت لأمريكا، قالوا لهم دول صناع مشاكل، دول أداة توتر في المنطقة، لا 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 مالكش دعوة، احنا بس احنا هنتصرف. فالنهاردة تأتي مرة أخرى الولايات المتحدة هي بقى اللي تضرب الحوثي وتقتنع بالكلام اللي قالته المملكة العربية السعودية من 5 سنين. يعني النهاردة فهم الأمريكي الخطر بتاع الحوثي. طبعا هي ردود أفعال، هتلقى النفط بيزيد لأنه طبعا أول ما الدنيا تتطور النفط يزيد، ده بيزيد الأسعار بتاعت الحاجات دي يزيد، هو كرة ثلج هتبتدي تمشي كده وتكبر. لازم تتعامل مع ده كله، لازم يكون عندك القدرة على استيعاب هذا، مش انت لوحدك، العالم كله، كل الدول المطلة على البحر الأحمر، كل الناس اللي عندها تجارة دولية، كل الناس ديت. ومن هنا برضو نذكر بين قوسين انه مهم جدا ان انت يبقى عندك دائما الخدمات البديلة جوه قناة السويس من تجارة ومن يعني لسه بقول لحضراتكم العاجل دلوقتي على العربية ايه؟ بايدن يقول ان الحوثيين جماعة ارهابية. من كم سنة شالوا الحوثيين من جماعة ارهابية، ويوميها المملكة قالت لهم برضو يا جماعة انتم مش فاهمين، دول ناس يعني اداة للتوتر. اهو دلوقتي بايدن طالع اكتمه، علشان انت مش بس ضايقته في امنه، انت ضايقته في اكل عيشه. وبالنسبة للأمريكي والإنجليزي والغربي، عض قلبي ولا تعض رغيفي، فإن قلبي على رغيفي لرهيفي. عض إيه؟ قلبي ولا تعض رغيفي. فطبعا النهاردة
الامريكي والاوروبي والاوروبيين باعتين لانه دي التجاره. اما الراجل بتاع تسلا يقول لك مصنعي وقف، اوعى ده انا هقلب لك الدنيا. انما طبعا ما تيجي تقول لهم دول ناس بيتجاوزوا، دول ناس بيعملوا عمليات علينا، ولا يهمه. انما اول ما قربت لاكل العيش بالنسبه له بقى عنده مشكله كبيره ومستعد ان يعني الليله بتاعت امبارح دي تكلفتها كام؟ الكام صاروخ دول؟ هيبقى عندنا الفقره الجايه خبير يقول لنا يعني تكلفتها كام؟ والصواريخ اللي طالعه من غواصات ومن فرقاطات وال اف 35 والحاجات الانجليزي العبقريه وكل هذه الاشياء بكام؟ لانه طبعا هو متاثر اقتصاديا، والتاثر الاقتصادي بتاعه اهم حاجات. في حاجه حصلت النهارده وعملت لي شخصيا الم شديد، وللاسف انه في مصريين، وللاسف انه في مثقفين، وللاسف انه في دوائر سياسيه عامت على العوم اللي كان موجود النهارده. ازاي يا جماعه اسرائيل الارهاب، اسرائيل الجريمه، اسرائيل الكذب، اسرائيل التزوير، تبقى حجه على مصر العروبه، مصر القوميه، مصر التاريخ، مصر الشهداء، مصر التضحيه؟ انتوا اتجننتوا؟ كلام محامي اسرائيلي كاتب المرافعه بتاعته مع ضباط للموساد يبقى حجه عليا انا؟ يقول ان مصر هي اللي قافله، مصر هي اللي منع المساعدات الانسانيه، فيطلع ناس يقول لك شفتوا اهو. على فكره بينما اتحدث الان في ناس اتكسفت من نفسها وابتدت ترجع في الكلام تاني وتقول لك لا والله ما كناش نقصد قوي. طب بما انك صدقت الجزء ده، ما صدقتش بقيه اللي قالوا ليه؟ انه حماس دي ارهابيه، وانه العمليه بتاعت 7 اكتوبر دي ارهابيه، وان هم اللي قتلوا الناس وهم اغتصبوا الاطفال وواحد منهم قطع صدر واحده وكان بيلعب بيها، ما صدقتش ليه بقيه الكلام ده؟ صدقت بس من كلامه ان مصر هي اللي منع دخول المساعدات. طب والست معابر التانية اللي الاسرائيليين، اللي هو كرم ابو سالم ده، كرم ابو سالم ده هو اصلا بتاع الشاحنات، هو اصلا بتاع العربيات، ما الاسرائيليين قافلينهم. فتطلع انت كمصري او كعربي يقول لك شفت المصريين هم اللي محاصرين غزه، المصريين هو اللي مموتين غزه، وهو مين اللي كان بياكل غزه كل الفتره اللي فاتت دي؟ مين؟ مين يا مصريين؟ يا متعلمين، يا بتوع المدارس؟ يطلع يقول لك ايه؟ يقول لك شفت اهو انت بتجيب الراجل ده حجه على بلدك، عليا الكذاب ده اللي كل المحاضره بتاعته كذب، اللي ما كانش لاقي الورق بتاعه عشان يقراه. ما شفتش حاجه في الموضوع ده. يعني انتوا سبتوا جرائم الاسرائيليين وسبتوا المصايب وسبتوا ان جنوب افريقيا عامله حاجه محترمه ورفع قضيه وساب ده كله وقال لك ايه؟ انا المثقف المصري بقول لك ان مصر ايه السبب في اللي بيحصل في غزه. المصريين اللي مدين خرطوم كهرباء وخرطوم ميه من الحدود لأهل غزه الناحيه التانيه في رفح عشان ياكلوا ويشربوا، تقول عليهم كده؟ هو ده المصري؟ وبعدين واحد يقول لك ايه؟ يقول لك لا بقى، ما عشان مصر تثبت لنا بقى يروحوا ايه مدخلين العربيات ولما يتضربوا المصريين يقولوا لنا هم بيتضربوا. ده مين الاداره الساذجه اللي تعمل كده؟ انا ازاي ادخل عربياتي وحاجتي بناسي عشان يتضربوا؟ ازاي يعني وانا عارف؟ ازاي يعني؟ ايه العته ده؟ طب ما تخليهم يفتحوا هم المعابر بتاعتهم من الناحيه التانيه. مصر المعبر بتاعها مفتوح. مصر، طيب انا عايز اسالك سؤال، الهيئات الدوليه كلها، ده الراجل
رئيس الامم المتحده الامين عام الامم المتحده كان واقف على الحدود مش عارف يعدي البوابه، الامين العام مش عارف يعدي البوابه، يعني بينه وبين البوابه 10 متر مش عارف يروح يعدي. طب ليه مساعدات الامم المتحده ما بتعديش؟ مصر اللي منعاه؟ طب دي مصر، طب والباقيين الجامدين الأونروا اللي جوه غزه نفسها ما بيعرفوش يروحوا يوزعوا الحاجات. النهارده السعوديه بعت الناس كلها بتبعت وبتحاول تعدي، السعوديه النهارده واصله 500 شاحنه، 500 شاحنه، السعوديه قربت من 40 طياره. انت بتتكلم على المصري اللي اول ما الحرب قامت راح معبي العربيات وهو في عز ازمته الاقتصاديه وقال لك اتفضلوا انا مش مستني حد، انا مش طالب فلوس من حد، انا مش محتاج عون من حد. انت بتكلم المصري اللي كان ممكن يحلها في يومين ثلاثه ويقول لك افتح الحدود وصفي القضيه ورحل الفلسطينيين؟ لا ريس ولا شعب ولا حكومه وافقت على الكلام ده. هو ده المصري اللي انت بتختبره؟ يا اخي عيب عليكوا، اتكسفوا من نفسكوا، ده انتوا محتاجين اعتذار جماعي، محتاجين ان انتوا يعني تبصوا في الارض. يقول لك ايه؟ يعني ما هو قاعدين كنا بنقول شفت. طب انت بتصدق ده الراجل ده المجرم ده اللي بيتكلم ويدافع عن الجرائم الاسرائيليه واللي بيقول لك والله ابدا احنا ما عملنا حاجه وما في ده؟ طب ما تشوفوا حماس عملت ايه يوم 7 اكتوبر، ده احنا ما بتاع مش عارف ايه ولا اخره. وانا رايي كمان انه لينا حق عرب عند الاسرائيلي. الكلام ده مش لازم يعدي بشكل جيد، وكنت سعيد جدا ان هناك بيان طلع من رئيس هيئه استعلامات يرد على الكلام ده، يرد على الكلام ده، لانه احنا ما ينفعش بعد كل اللي عملناه يا مؤمنين في التسعين يوم اللي فاتوا والضرب اللي على المعبر بتاعنا والقنابل والصواريخ واللي كل حاجه بتقدمها البلد المحترمه ديت، يجي مجموعه جهله، مش جهله، مجموعه عملاء، مجموعه حاقدين. يا ابني انت عندك مشكله مع الاداره المصريه، لا يمكن يبقى عندك مشكله مع مصر، مصر المهمه، مصر العطاء، مصر التضحيه، مصر اللي عندها الناس دلوقتي يا راجل، ده دلوقتي هنا في احد الاجهزه السياديه قاعدين علشان يحلوا القضيه وتقول لي انا قافل؟ ده انت ما بتعملش حاجة غير الموضوع ده. امتى؟ في عز ازمتك الاقتصادية، في عز مشاكلك الكتيرة جوه، ان انت بتحاول تحل هنا وردود الافعال كلها بتدفع ثمنها، قناة السويس، مشكلة العملة، مشكلة الناس اللي بتضغط عليك بره، ما هو بيلوي دراعك بره برضو عايز حاجات وبيحاول يلوي دراعك، لكن ايد مصر قوية، البلد دي قوية مش ضعيفة. فيا أخي عيب عليكم. وأنا اللي بيضايقني إنه ناس مثقفة، ناس قارية، ناس فاهمة، فتجيب الراجل ده حج عليا أنا، إن النظام العنصري ده حج عليا أنا، القتلة اللي في إيديهم دم، وهو يطلع في الآخر إيه؟ إن مصر هي السبب، إن مصر هي اللي مبوظة الدنيا، مصر هي اللي مولعه غزه، مصر هي اللي بتقتل الاطفال، مصر هي اللي ما بتوزعش اكل. ده مصر بقول لحضرتك كل حاجه عندها من قبل ما العالم ده يقول بسم الله الرحمن الرحيم، من قبل اي حد ما يتحرك، ولغايه النهارده المصريين بالنسبه لهم المساله الفلسطينيه الانسانيه هي في المقام الاول. لسه الرئيس من يومين متكلم قال لهم يا جماعه، وهي مفاوضات مصر على ايه في اي حاجة؟
انا عايز ازق معونات اكتر، هات لي فلسطينيين علشان يتعالجوا عندي من اللي عندهم مشاكل او بتاع. بس هتعدي ازاي؟ ان هو انتوا بتستعبطوا؟ يقول لك ايه ما تعديه، وبعد ما عديه هو مين اللي بيستلم؟ انت عارف كويس ان الشاحنات المصريه لازم تروح تعدي في المعبر هناك عشان تتفتش. مين اللي بيفتشها؟ فلسطينيين؟ يقول لك لا، ما انت تضغط برضو كل الجيوش العربية تستضيف. ايه السذاجة اللي انتوا فيها دي؟ ايه السذاجة اللي انتوا فيها دي؟ مصر قامت بدورها واكتر. ده من الامتحانات اللي انا كراجل مراقب اقول لك لا، بلدي نجحت، بلدي عملت كل حاجة، بلدي ادت كل اللي تقدر عليه سياسيا، اقتصاديا، انسانيا، تاريخيا. انت عايز انه الزمن يمشي ويجي يتقال انه في الوقت ده في هذا العهد في هذه الحكومة مع هذا الشعب، مع هذا الشعب احنا منعنا المعونات؟ امال العربيات الواقفة دي ايه؟ امال العربيات دي ايه؟ الناس اللي واقفة طوابير كل يوم، والسواقين اللي بيضحوا بحياتهم كل يوم عشان يدخل ويبعت لقمة لأهلنا في غزة، دواء، كل حاجة. العالم كله مستأمنك على معوناته، العالم العربي كله محترما، السعودية، الإمارات، الكويت، الهيئات الدولية، كل الناس اللي عندها بتبعت عشان هي عندها ثقة فيك إنك هتوصلها. أنت عايز تدخلها وتتضرب يعني؟ هو ده، هو هي دي الشطارة؟ نحن نتحدث عن عدو جبان، عدو قاتل. النهارده قالوا ايه على المعونات؟ عشان تعرف هو قال ده كده ليه؟ قال لك اصله هي حماس بتاخد المعونات. صدقوا بقى. اشمعنى السطر ده يا ربي؟ انتوا بتصدقوا الاسرائيليين فجأه؟ فجأه الاسرائيلي بقى مرجعك؟ القتله؟ الجبنة؟ طب كان من باب أولى حماس تيجي تقول لك أنت واقف ضدي، ولا وهم لا تنقصهم لا البلاغة ولا الميكروفونات ولا الكلام. حماس عندك هنا، هنا، شوف أنا بشاور فين؟ هنا، موجودين عندك هنا، بيثق في رقبته معاك. يوم ما بيجي يتبادل عصرة ولا بتاع بيثق في المصري، المصري مش هيبيعه. يقول لك لا، كلموا المصريين، اتفق مع المصريين، الراجل اللي تحت الرصاص. انما الراجل اللي تحت اللحاف ما بيثقش في بلده. الراجل اللي قاعد بياكل ويشرب والتكييف وكوباية شاي عشان يكتب له تويتة ما بيثقش في بلده. انما الراجل اللي بي 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 بيطفح دم بيثق في المصري، بيثق في المسؤول المصري. مصر قدمت كتير، وعيب، عيب اللي حصل النهاردة ده. وأنا سعيد بهذا البيان، ولا يجب، وأنا بأحرض، لا يجب أن مصر تكتفي بهذا البيان. وأنا أظن أن هناك كلام قد حدث، أنه ما ينفعش يتقال الكلام ده، ما ينفعش. بشكرك جدا جدا على هذه المقدمة، وعايز أبدأ بس يعني كلامي لي معاك بتهنئة إسرائيل، بهنئ إسرائيل كما ذكرت أنت الآن بحلفاء جدد، هؤلاء الحلفاء الذين ينصبون من أنفسهم، وهم دلوقتي موجودين في بعض برامجهم وبعض وسائل التواصل الاجتماعي، وهم يساندون حجة فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولي. وكما ذكرت أنت أهنئ إسرائيل بهم وأهنئهم بإسرائيل. هؤلاء ومواصفات جديدة جدا يا أستاذ عمرو، أزمة غزة والموقف المصري الذي يعني لا يستطيع أحد أن يبادل أو ينافع أو يقول شيئا عنه، أنهت بشكل يمكن شبه نهائي كل هذه الأبواق اللي هي بتتصالح من نفسها، وجدت نفسها عبارة عن صفر على شمال أحداث كبرى. هؤلاء صغار يعني يلعبون في العلم وألعاب صغيرة، عندما أتت الألعاب الكبيرة، عندما أتت المخاطر الحقيقية
هؤلاء لم يجدوا احد يسمعهم، فهم الان انضموا ولله الحمد للجانب الاسرائيلي، فاحنا نهني الطرفين ببعضهم. دي جملة الاولى. الجمله الثانيه حضرتك ذكرت، وده حقيقي فعليا احنا البيان اللي صدر اليوم ذكر وقائع كثيره، منها اللي حضرتك ذكرته، واحنا بنضيف اليها مش وقعه، بنضيف اليها وقعه وطلب من اسرائيل. الوقعه كما ذكرنا حضرتك شفت وتابعت هذا وتابع المشاهدين، الرئيس الامريكي جو بايدن بنفسه ذكر في عدة مرات علنا أنه يتفاوض مع إسرائيل على فتح معبر كرم أبو سالم بالظبط من تأكيد دخول المساعدات. ده رئيس جو بايدن مش الرئيس السيسي. وجيك سوليفان المستشار الأمن القومي الأمريكي طلع هنانا كلنا والعالم كله 13 ديسمبر بأن إسرائيل وافقت. إسرائيل هي سلطة الاحتلال زي ما قالت محكمة العدل الدولية 2004 في رئيس ديشاري، هي السلطة المعروف بيها كل شيء في غزة، وبالتالي لا يمكن أن يدخل شيء من مصر ولا يعبر على الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي هو اللي واقف الناحية الثانية بيفتش، والرئيس بايدن يعني بشرنا بأنه قدر يفتح كرم أبو سالم. وفي الهدن اللي استمرت أسبوع حضرتك تذكر كان جزء مهم جدا من التفاوض حوالين كمية المساعدات، وكان الأمر منوط أيضا بقبول إسرائيل لعبورها لغاية ما وصلتين شاحنة وست شاحنات وقود في اليوم. وبالتالي المسؤولية الإسرائيلية الكاملة عن ما تحتله، والاحتلال هنا عشان البعض ما يقولش إن إسرائيل جيشها مش موجود، طياراتها موجودة، استطلاعها موجود، بحريتها موجودة، مدفعيتها موجودة، دباباتها موجودة حتى لو ما دخلتش القطاع. وبالتالي كل هذه المسؤولية على الجانب الإسرائيلي. طب إيه الطلب من إسرائيل؟ إحنا بنطلب طلب مزدوج، وهم يعني هم عندهم ست معابر يا أستاذ عبد غير معبر رفح. الستة منهم معابر للنقل ومنهم معابر للأفراد وغيرهم. إسرائيل كذبت بانقطاع غزة سنة 22 بالتجارة من المساعدات 4.6 مليار دولار 22 كله دفعوهم الغزيين من دمهم ودفعوهم من ضرائبهم ومن السلطة الفلسطينية. احنا بنقول لإسرائيل افتح المعابر الستة وهاتي شهود دوليين بالظبط بالظبط واتفرج واتفرج على التدفق بتاعي بقى وتجاره وزياره. ما هو عايز يكسب حته، هيبعت بضاعه هياخد فلوسها، وفي نفس الوقت يبرئ نفسه قدام محكمه العدل الدوليه من التهمه اللي بيقولها. الامر الثاني او الطلب الثاني، احنا استاذ عمرو وانت راجل اعلامي وصحفي ذهبت الى غزه كذا مره، احنا عندنا في مصر عندنا عدد كبير من وسائل الاعلام الدوليه طالب يدخل غزه، واحنا الحقيقه قلنا لهم بشكل واضح وعلن قلتها قدام معبر رفح امامهم جميعا وبلغناهم احنا ما نقدرش نامن على ارواحكم بعد قتل حوالي 110 صحفي طبعا اللي كنتوا تدخلوا تتقتلوا جوه. انا بطلب من السلطات الاسرائيليه التي لم تسمح الواقعه لصحفي اجنبي واحد موجود داخل الاراضي الاسرائيليه بدخول غزه من اي معبر من المعابر السته الا مرتين مع الجيش الاسرائيلي، قعدوا 3-4 ساعات ورجعوا. انا بطلب من اسرائيل تبدا اولا بادخال الصحفيين الموجودين عندها من المراسلين الاجانب. اثنين، اللي راغب من عندنا من مصر يدخل من المعبر من الاجانب احنا هنبعت اسمه كرئيس هيئه التعليمات، انا مسؤول عن هذا، للسلطات الاسرائيليه عبر القنوات الدبلوماسيه، وتبعت لنا جواب يسلم للمؤسسه بانها هي المسؤوله عن حياته. هذا الكلام الجد، احنا لم نتحدث في حديث سياسي. اسرائيل زي ما ذكر بعض المحللين الحقوقيين الكبار، المرافعه النهارده استاذ عمرو كانت مرافعه سياسيه، ما كانتش مرافعه قانونيه. اسرائيل بالمعنى القانوني في مأزق كبير. وهقول اخر جمله قبل ما اسيب حضرتك، يعني حبيت تسالني تاني، اسرائيل وانت فاكر تباهى نتنياهو ووزير الدفاع ووزير الطاقه وكل الوزراء طوال الحرب بان احنا لن نسمح بدخول الوقود الى غزه، لن نسمح بدخول المساعدات الى غزه، لن 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 لن. كان هذا مدعاه للفخر. لما اصبح الامر جد وبقت تهمه فهو يبحث عن متهم، فيجي فريق الدفاع قدام محكمه العدل الدوليه ويقول لا ده مصر المسؤول. اذا هو اعترف بالتهمه، يبقى الان للمحكمه ان تقرر من الجاني. الخبر الاخير عبد الله حضرتك قلت احنا هنسعى مع السلطات المصريه لإرسال رد مصري متكامل لكي يرفق مع الفريق القانوني الموجود أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالموقف من إطلاق المعبر أو عدم إطلاقه.
يعني انت بتقول لي خبر دلوقتي ان السلطات المصريه هتبعت تعليق على هذا الامر عشان يرفق في ورق القضيه ويبقى وثيقه للتاريخ ان مصر لم تمنع معونات عن غزه ابدا، وده مهم، ده مهم، دي وثيقه تاريخيه قضيه، وانت فاهم انا بقول ايه. صحيح 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 يا عمرو، ده هيتم، والسلطات المصريه هي المتحمسه اكثر مني لهذا، وهذا الموضوع احنا لن نترك مصر نهبا لكل ما كل عابر سبيل او لهؤلاء الذين ضلوا سبيلهم والذين عميت قلوبهم ولم تعموا ابصارهم، وهؤلاء الذين ايضا بالامس انت تعلم هذا كان هناك حديث اخر حول ان مصر تتقاضى اموالا على دخول الفلسطينيين الى مصر، ورددنا على هذا في حينه. وهقول لك بس جمله يمكن ما قلتهاش في حته، الصحيفه التي نشرت هذا هي الجارديان، والجارديان ليس لها مراسل في مصر من 2018 ولا لها مراسل في غزه، فأنا لا أعلم من أين تأتي هذه المعلومات الميدانية. من نفس المكان اللي جابوا فيه المعلومات وقت ثورة 25 يناير، ما أنت فاكر؟ بتاعة 70 مليار. أيوه. بالظبط كده. وبالتالي يعني أنا بقول إحنا لن نسلم، لكن في النهاية لابد أن كما بدأت حديثي أنهي بتهنئة الإسرائيليين بحلفائهم الجدد سواء الموجودين في لندن أو موجودين في أحد الأماكن الأخرى، وأهنئ هؤلاء الحلفاء بإسرائيلهم الجديدة اللي هم بدل ما ينضموا للدعوة ضد هذه الدولة العنصرية في يعني الإبادة الجماعية بينضموا لأغراض صغيرة في نفوس أصغر ضد بلدهم. الأستاذ دير شوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. حديث العالم الآن المحاكمة اللي موجودة في لاهاي، وإذا كان